السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله في اطار دائما سلسله ديال الوصفات ديال رمضان غادي ندير واحد الوصفه مصريه وهي الصينيه ديال الجلاش المهرس. بون غادي نحتاجو، عندي هنايا ورقه ديال الفيلو كنت شريتها وترست ليا، قطعتها بحال هكا طريفات صغار. عندي 400 غرام ديال الكفته، تقدروا ديروا الكفته اللي بغيتوا، انا عندي هذه باليقامه، تقدروا ديروا اخرى العاديه. عندي هنايا فلفله حمراء وفلفله صفراء مقطعين، وهذيك فلفله خضراء حاره اللي قدر على الحار يديرها، اللي ما قدرش على الحار ما يديرهاش. عندي هنايا بصله مقطعه طريفات صغار، عندي جوج دروسه ديال الثومه، عندي جوج بيضات، عندي كاس ديال دانون مسوس، كاس ديال الحليب، وعندي الموتزاريلا. وفي اليقامه عندي الملحه، الابزار، الكمون، وجوج عويدات ديال القرفه. في مقله انا درت فيها الزيت، غادي ندير هذيك البصله اللي مقطعه، غادي نحك هذيك جوج دروسه ديال الثومه، غادي نخليها حتى تدبل واحد شويه. من بعد ما دبلت ليا شويه البصله غادي ندير عليها الفلفله كلها، غادي ندير دوك جوج عويدات ديال القرفه. الا كانت عندكم الطحونه احسن، انا ما عنديش، عندي غير العويدات، غادي نديرهم دابا باش يبنوا ليا هاد الخضره. من بعد ما تشحرات ليا الفلفله على هاد الشكل بحال هكا، غادي نزيد عليها هذيك الكفته، وغادي نشحرهم مزيان. ملي تشحرات ليا الكفته مع الخضره على هاد الشكل بحال هكا، وانا كنخدمها باش تفرتت ليا باش ما نخليهاش طريفات كبار، غادي ندير هذاك الكمون كله، وندير النص ديال الملحه، والنص ديال الابزار، نخلط مزيان. انا ديما في الوصفات كنخلي اللقامه تقريبا اكثريه دود اللي كيكونوا يدخلوا الفران، كنخلي التوابل حتى الاخر، حتى القرفه، وكانت هذا مطحونه خليوها حتى الاخر باش ما كيتحرقوش، وكتبقى النسمه ديالهم مزيان. دابا غادي نطفي على الخليط ديالي. في الجبانيه غادي نديرو فيها هذاك البيض، غادي نزيدو عليه هذاك هذا كاس ديال دانون مسوس، غادي نزيد معلقه ديال الزيت، هذيك الملحه والابزار اللي خبقاو، غادي نخلط مزيان. من بعد ما خلطتهم غادي نزيد عليهم هذا الحليب، وانا كنخلط تندخل كاع داك الحليب اللي عندي. في اناء ديال الفران انا دهنته مزيان بالزيت، غادي نديرو النص ديال ورقه ديال الفيلو، غادي نحلوها بحال هكا ونقدوها مزيان. هاد الخضره كنشريو هاد لاباط في رمضان وكتخسر لينا، الوغ باش ما نضيعوش فيها، هذه وصفه زوينه انا عجبتني وقلت نبارطاجيها معكم. الوغ ملي درتها غادي ندير النص ديال هاد الحليب والبيض وهذا ودانون والملحه والبصل، على هاد الشكل. دابا غادي نديرو هذيك الكفته ديالنا، بلاتي انا نحيد غير ما بانوا ليا، هذوك ديال القرفه نحيدهم باش ما هذا، هيا وحيده نحيدها تسوي ليا الاخرى. انا كنسرحها وما كنوصلهاش للحواشي، غادي نحيد هادو اللي هنايا من الحواشي، غادي نحيدهم. كنقطعها اللي هنايا خارجين كندخلهم، ها هي الاخرى ديال القرفه. غادي ندير هذاك النص ديال الموتزاريلا،
ما نديرهاش كلها لان النص الاخر مازال غادي نديروه من الفوق ملي غادي تطيب الفطيره. دابا نديرو لو غيست ديال لاطات نغطيو به. غادي نديرو داك لو غيست ديال اللي بقى لينا ديال البيض والحليب وهذا. انا حاولت نجمعها بحال هكا. دابا انا الفران مسخنة على درجه الحراره 180 درجه. غادي ندخلها غير ملي تبدا تطيب وغير تبدا تحمر وغادي نخرجها باش نكملو نديرو عليها الفرماج. من بعد ما بدات كتحمر ها نتوما كي كتشوفوا راه بدات كي هذا طابت بدات كتحمر. غادي نديرو هذاك الفرماج اللي خلينا نديروه من الفوق. غندخلوها الفران غير بما تكمل هذا التحميره وتكراتينا الفرماج وغادي نقدموها ان شاء الله بالصحه والراحه.